في خضم المساعي الحكومية المبذولة وخططها الناجعة الرامية إلى مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، يأتي التعويل الكبير على مدى إدراك ووعي المواطنين والمقيمين بجدية تقيدهم والتزامهم بالإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها، بالشكل الذي ينأى بالمجتمع عن تفاقم تفشي الوباء بين أفراده، وبالتالي تزايد أعداد المصابين فيه لا قدر الله. في الوقت الذي تقف فيه الحكومة بجميع مؤسساتها وكوادرها المعنية في مواجهة وباء كورونا المستجد، ومع توالي التحذيرات الرسمية بخطورة هذه الجائحة وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية التي تحد من انتشارها داخل أوساط المجتمع البحريني، بات حتميا رؤية مدى تأثير ذلك على استقرار وحتى ارتفاع منسوب تمام الوعي عند المواطن والمقيم في كيفية التقيد بجملة التحذيرات التي تصدر من حناجر الأصوات المسؤولة عن صحة قاطني المملكة برمتها. الحكومة مقصرة والعاملين كل الناس يعني يد واحدة، بس الاستهتار هو السبب مو أكثر. الاستهتار بعض المستهترين، يعني ما نقول، يعني أنا شوف طفلي خلاص هو اللي ذكرني، أنا ناسي الكمامة، والله بابا الكمامة لا تنساها. نشكر الحكومة على الأشياء اللي قدموها لنا من ناحية الصحية ومن ناحية التعليمات، فالإنسان يكون يتبع النظام ويكون في بيته جالس ما يطلع إلا للضرورة. نجاحات واضحة وملموسة من ناحية التثقيف، من ناحية العمل على مدار 24 ساعة سواء في الوسائل الإلكترونية، قنوات التواصل، الجرائد، الحملات التطوعية وغيرها، والفريق الطبي طبعا. تعويل كبير وثقة بمدى إدراك الفرد واتباعه للإرشادات الصحية التي يهم بإطلاقها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 بشكل شبه يومي، وتوصيات تخرج إلى حيز الوجود تحوي مجموعة من التعليمات والخطوات الواجب اتباعها كإجراءات احترازية تبقي المواطنين والمقيمين في حدود آمنة من احتمالية حمل الفيروس. لازم على المقيم والمواطن البحريني بالتزام بالكمام والقفازات لأجل صحة المواطن. يعني شوي خوف على أهالينا اللي أكبر منا، يعني اللي بعمرنا بعيد الشر ما راح يموتون لو صادم أو شيء، بس الصعب يكون حق السن 60 والفوق، هذا اللي صعب. يعني على الأقل نحاسب لهم أهمة، يعني بيوم من الأيام تنحرمين منهم عشان موضوع كمام، حرام يعني تخسرين أحد عشان كمام. في عندنا مشكلة، يعني اللي يلبسون قفازات يلبسون كمامات يخرج قطن في وسط الشارع، فهي ظاهرة بلين الناس توعيهم تقول لهم في قمامة. يعني أدعو الجميع بلا استثناء إنهم يتقيدوا بكامل التوصيات والإرشادات من الفريق الوطني والإرشادات المتبعة بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي، وذلك مساعدة لنا إحنا، هذا تعود الحياة لطبيعتها. نلتزم تماماً يعني بالكمامات، قفازات، تعقيم الأيدي عند الرجوع للمنزل، استحمام، تغيير ملابس، تعقيم. نزل كمامات شعر البحرين. اليد الواحدة لا تصفق إلا إذا عاونتها اليد الأخرى لتعود برجع صدى صوت إشادة يسمع ضجيجه من مسافة كذا وكذا، مسافات لا يمكن أن تفصل بين الجهد الحكومي المبذول في درء مخاطر الفيروس وبين اتقاء الفرد وتجنبه للمسببات التي قد تدخله في دائرة خطر الإصابة به، حتى يصار للوصول عاجلا إلى الهدف المنشود المتمثل بالانتصار التام على هذا العدو الخفي. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدة.